بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كنواكب وقل لباتني الشنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. عبابي هاي تأكيد وجوب الزكاة، زكاة واجب نمت كذا إن الله دوشي الله أتكيه ويحكو يميدي أدي الله أقايب كميدا يو بياني فضلها زكاة فضل قيدا ولا عدي يقيمها يقايها أي شريعة دي إن كل يدا هي الزكاة يو ما يتعلق بها ويحي أحكام كحرا يكل قلي الزكاة. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صلاة أوغو توزيو حق يدا مريا سنن كيدا أدابت يدا أركان يدا شروط يدا وآتوا الزكاة زكتنا ديب أو بحية. وقال تعالى رب وحيل وما أمروا لمفر المسلمين تي أضومضوا إلا ليعبدوا الله ألوين كل جين عابدان مي وحكا لما أمرين يعكر إلي ما دان شيطان با أمره وهي مخلصين له الدين أيه أسف كرين يا ألوين عبادة يه جانسا كي طاعدة حنفاء أي غير مشركين إلهنا نشركين لنا توصن ويقيموا الصلاة صلاة دين وغان موية وحكا لما فارين ويؤتوا الزكاة زكاة بحياة وذلك إن إلهي كريق إلا عابده لوقون يلو الله برحت لعضا يهوغان سنك يخضوعة صلاة اللوقو زكاة الله بحشو وأدي دين القيمة دين تتوصن ويا. وقال تعالى وحكل ربي له خذ من أموالهم حوله ودبركوت كقات صدقة صدقة قات تلك المسلمين تحوله إليه قيب كم بذا حوله رنما هي قيب كمد وحنا بي الله كقاد زكو صدقو تطهرهم أتكون نظيفين يسود الذنوب تأتكن نظيفين وإله سبحانه وتعالى وجودا بدافي وتزكيهم حوله ذا أتكون بدين يسوع بها الزكاة أيضا الطهارة والتزكية وإسكم معنو مرك هالمر هل مدى الله شيء أما الزكاة الله شيء أما الطهارة الله شيء هدي الله كلا شيء أنا من نوع نظافة دي إيو ذنوبتي iyo wasakhdi in laga dhaqo laga saaro bakhilnimadi shuxigi yaani wasakhdi qalbiga ahayd iyo tii xisiga ahayd ba laga nadiifiyo azzakana marka waxa noqonaysa annama xoolaha ku kordhaya xoolaha ku bulaalaya ku barakoobaya ku badanaya way zakadu waa rukn min arkan alislam wa ka warqabtan wa ana fard ilahi saare subhanahu wa ta'ala rag iyo dadigba lab iyo dadigba مسلمين تي واجب كتهاي وفرض عين بإجماع المسلمين كتاب يسن يجمع المسلمين تقاضى لقي وحكم أن مسلمين توحمرنا أي سنكق بين حوله النقيبة كمذا بين الزكاة هو واجب تا كتب تيرت في قد أقول لابن إيسان قيل شنقار ننكيلة زكاة لقربة ونف أريئة لو صدن قار ننكي إسكالة دبي يرو سدح ترى لجر ربع أما طبيعي ولا بتشير السنة كسد حادنا جودة قالي أري أفرتنا نينك يسكر النف بالجر ربع لعكت الذهب كيف في ضد اللي يجاهده ذهب كمر كل باتن دينار جرا زك لجر ربع أو دي كان تهاد عصر جينا سديتني يشان جرام يا تشاب سديتني يشان جرام يا برب الله شجع سديتني يشان جرام بكودة ذهب كأض هي سطو أما أكون هكوي يالو أما مثل حد هالنقطة أما مثل هو جنعت تهالنقطة wuxuu doonay han noqdo weelal iyo alaab han noqdo marba dahab dad haysto ama xaraan han noqdo xirashadiisu ama xaal han noqdo zaka laga raba ayntiisa iyo daatadiisa laga raba zako 85 gram ba hadu gaaro 85 gram hadu gaaro zaka laga raba fidada ku timid fidaduna ayadoo 200 oo dirham markay gaadho oo u dhiganta casrigeena 595 gram oo fidada شن بقول سجاشني شن جرام وفضاء إذن محاكوس هري العجها إنه وين هذا هاي سنة شيلين كيات جا ريال كسعودي جا شيلين سومال جا وح العج أوراق النقدية اللي يلا هذا دون ده ما أنت لقى استعماله ذهب هي فضة يكون قيمتها هاي وح الذهب هي فضة الوقة بسن جرام ما أنت الوقة بسدا قبلها الوقور سدا فروج تا الوقة بنايستا مهر بالغدي جا دي هي مقبل الغبحشة إذن وحي العقبان ترتي أوردم بيل عليه نقبتان آيات قرآن يا حديث يا إجماع مسلمين قرآن يا وحن والعك
kana lacag ma aha ma jirto ee lacagnimadu waxay ku xidhan tahay kolba zamanka dadka nool ee bini'aadamka waxay ku heshiiyaan inay lacag ka dhigtaan oo xoolaha ku kala beddeshaan oo ay isticmaalaan baa lacaga qori iyo geedi iyo dhagax lagu heshiiyey baa allaha ka dhigo xilli bay cusbadu lacag ahayd xilli bay idiintii haragu lacag ahaa kolba aadamaha xilligaa nool waxay lacag u arkaan baa lacaga laakiin waxaa lagu qiimeynayaa oo loo celinayaa dahabku inta badan fadhiyoon sabaynin qiimihiisu ayaa lagu sargoosanayaa 85 garaam halkii garaam maanta kenya wuxuu ka marayaa taqriiban 7,000 oo shilin mise 6,500 weeye hayaa wa suuqleyd meesha meeshan xer wada sakaraadaa fadhida oon dahabba ka warqabin meequ marayaa 6,800 aduu 7,000 iga dheh 7,000 oo shilin bay laigu dhufsa 85 garaam 85,700 ku dhuftay imise wey ii boobsiiya maxay ta waxa isdaba marahay cabdiraxmaan ciil oo bal ii sheeg iigu dhufay intaa 85 garaam lagu dhufto 7,000 maya 5,900 oo kenya shilin waa waxay ku sagagalayso adu 600,000 lacag cagcagaysa soo maa 600,000 markay lacagtaadu shilin kenyaatiga gaadho rubuc cushur baa lagaa rabaa wixii ka yar sadaqa iyo khayr doon baa un waajib yaa ku saaran ood markaa adiga markaa khayr doonkaad unbay ku xiran tahay ama waajibka lagu saaray waa marka lacagtaadu ay gaadho shilin kenyaatigaadu uu gaadho 595,000 oo kenya shilin ah waxaad ka bixinaysaa rubuc cushur lacagtaasaad qori lagu dhuftay 200 loo qaybiyey 100 wixii soo baxaa lagaa rabaa haddii aad xirow tahay howlaha aad shaqo ku lahayn lacag walbood haysato 4 u qaybi way kuu soo bixi 595,000 4 igu qayb shahaada iska aamado maxaadir cabdullah 15,000 oo shilin baa lagaa rabaa 85 garaam haddaa rabto dahabka inaad ka zakayso 4 u qaybi meeqa weeye wadaadow maxaan ka bixiyaa baad nagu wareerisana fahma caawa hawsh 85 garaam 4 u qaybsha 2 garaam iyo 2 garaam 125 riiga soo ma 2 garaam oo dahab iyo 125 riigaad bixinaysa sidooduba badeecada haysata ganacsatada dukaankii baad qiimeysay 30 million baa ku jirta 4 u qaybi wixii soo baxa lagaa rabaa hantidaa lagu dhuftay 2.5 loo qaybiyo 100 wada dheer weeye caamigu wuxuu fahmi karaan rabaa wax walbo zaka ay ku waajibto lacaga ama dahaba ama badeeca total markaad xisaabiso oo daymaha markaa lagu haysta aad ka goyso wixii soo hara u qaybihe 4 wixii soo baxa waa maxay waa waajibka lagu lahay masaakiintu ay lahaayeen iyo fuqaradu iyo ibnu sabiilkii 8 ruux ilaahay suurata tooba ku sheegay warka macad iyo masamacad warka warcad wey iya adiga cabdullaahi way tahay waa maxay ganta faruur tafaasiishaasi kutubta fiqhi ugu laabta xogow halweynaad aan idin qabanaya anigu hadda kaba gaar riyaad saalixiin ayaanu isaynaa hadda abu shujaac iyo minhaaj ma joogo wixii faahfaahina wadaadaha ugu laabta idinku fiqiga barta ragannimada rag looma dhiibtaa la diintaadana hee wadaad ha u daba fadhiyana baro kitaabka rabbigay wadaadku adiga mas-uulka ma aha nabi lagu soo diray ma aha adiga isagu waad simantihiin dhaxalka diinka idinka dhexeeya wax ka baro asaasiyaadka weliba fardulcaynka iyo fiqulxaalka baro tafaasiisha hoose ha kuu hoosayso ha kuu dambayso geel waynu isla fahannay adhi iyo loo waad fahanteen lacagna noocii dooliba ha noqotee hadday dahab tahayna 20 dinaar ama 20 mithqal oo u dhiganta 85 garaam oo dahab ah hadday fido tahayna 200 oo dirham oo u dhiganta 595 dirham shan garaam baan rabaa dahabka inta badan fadhiye ee waxa weeye dahabka ku soo goosta hadduu shilinkiyaatidi ahay 595,000 oo kenyan shilin aduu lacag 600 oo kuna ilaa lacagtu gaadho ma dagaynin nisaabkii lama helin wixii ka hooseeya
adu hadaad saaqo bar rabto ilaahay in xulaha kuu barakeeyo 10 kun wax ka bixi 1000 shilin maalinkaad hesho 10 kun ka go 2 kun maalinkaad hesho 200 ka bixi waa khayr uu kuu barako bi xulo laakiin fardu ayn waajib ku saaran ma waxaanu hadda kaadin waa waajibki ganacsiga ama geeda ka ganacso ama dhagaxyaan ka ganacso ama saliid iyo petrol iyo shidaal ka ganacso ama dameer iyo ka ganacso iyo fardo iyo baqlo wax walbo ganacsi ku saabsan sidoo kale wey ama qoryo iyo xabad ka ganacso ya habag habagtu ma raaxo ganacsada waxay doonaa noqoto wax xalaal oo ka ganacsata haduu jiro 12 bilood markay dhamaadaan dukaanka waxa ku yaala kaasha ama badeeca baad ku qiimeyn kaashka meel ku qor 200 kun wey badeecada qiime qiimaha aad ku soo gado kuma qiimeynaysid midka u sareeya maanta hadii la iibiyo ku bixilaana kuma qiimeynaysid qiimaha dhexe sheegan maanta hadii la iibiyo qiimaha u sareeya 500 oo matalan hadii la xaraashana waa 300 haduu si caada u baxana waa 400 maxaynu ku qiimeynaynaa 400 saa ogaada beenta iska daaya waxa aan ku soo gada jayna kaga keenay beenta way suuqa Nairobi wuxuu maanta ku yaalay isla uu kaga baxahay oo qiimo dhaxada lagu qiimeynayo warka miyaad faantay warka sidaa u fahma wixii yaalay markaad qiimeyso iyo kaashka isku darto haday gaadhahe lacagtu gaadho 500 iyo 5 kun ama aad maalinka aad gadan karto qiimaha kuu soo baxay 85 gram zaka laga rabaa sidun baad yeeli maxaad ku dhufan halkan waxaa ku jira 600 kun baa badeecada isku noqotay wixii meesha yaalay bagaashka iyo wixii oo dhan wuxuu isku noqday 600 kun kaashkana 400 kun wuxuu isku noqday million maxaad u qaybin afartan maxaa soo baxay inta waa zakadii laga rabay warka miyaad faantay wadaadahayaan la wareeray diinta barta guryaha iyo howlahooda marba u dhiiqaadi doona abdullah iyo warsu ka degdegi إن شاء الله تعالى هذا ربي يقسم وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيلي بني الإسلام وإسلامك وحال قدسي على خمس على خمس دعائم وي شن تربى القدسي شهادة أن لا إله إلا الله اللوين وحقي هي عبادنا كل مدن هو القراء القدسي وأن محمدا عبده ورسوله رسولك محمدها أدون إلهي يا رسول صدر إنه يهينا لقراء القدسي وإقام الصلاة صلاة اللؤوغ ووقت قد الله إلالي واجبات قد الله دورية مالها لقى أذابنا لقيه أيا قد إلهي قدسي وإيتاء الزكاة زكاة الله بحيو ذلك مضان الله سيحق حق الناس وإيه وحج البيت كعبد البيت كله اللوقة ستو أعمال الحج لسوقته حجوات قانان وصوم رمضان بشهر رمضان الله صوم القدسي متفق عليه arkaantaasi waxa weeye wax isku dhex yaalaan furuud aan marnaba dhacayn ruux bina aadam aan ka dhacayn wa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuulullah inta ay naftu kugu jirto weligii waajib ku saaran wa ilaahay kaliya inaad caabudo nabi maxamed aad u qirto inuu yahay rasuul xaq ah oo diin xaq ah lala soo diray been ma sheega ah maxaa kuu soo haray salaada sidoo kale ayadna waa fardu cayn inta aad caqiyeedahay ku saaran maalinkaad canta tabto ood biyo caana kala garan weydo oo wiilkaadii oo waalka kala sooci weydo oo maskaxda ku togtood caruurowdo ay caruurowdo ay noqoto canta tab waxa loo yaqaan caqligu ku tago maskaxdu ay dhammaato xilliga ayadoo way ka dhacaysaa sida raajixa ah caqli manadu taklif wa alcaqlu haddaad waalata sidoo kale oo waalid tal oon kasoo noqod lahayn baynu ka hadlaynaa midda goosgooska axkaam kale ay leedahay salaadu marka inta aad miyirkaadu joogo iyo caqligaadu marnaba kaa dhicimayso istaag baad ku tukan waad awoodi weyday fadhi waad awoodi weyday jiif iyo dhacdiin waad awoodi weyday sidaad u seexataba qalbigaad ka tukan ama ishaaro kale aad ku tukan hada ra'yu aljumhuur wadaadda waxay leeyihiin ruux haduu istaag awoodi waayo oo fadhi awoodi waayo oo jiif inuu wax ka midaaro awoodi waayo dhinacdhicaan loo suxiyo awoodi waayo ayuu tagto inuu gagan yahay indhahun bilo ka siin karo indhaha bilq mar hadday gaadho lagama rabo daadaa taaga sheekh uslaam ibn taymiyah maray rag baa ku tagay shariicadu takliifkii mashqada intaa la'eg ma laha wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj addiinu yusrun adilla iyo qawaacid iyo maqaasi shariic islaamiya waaweyn kuliyaat alislaam bay hoos tageen oy ku dagaalameen inta aad miyirkaadu maankaadu joogo awooddaadi badankana wuxuun ka joogo ayay salaadu ku saaran tahay dhe mar haddii aad noqoto
in biyaha afka lagaaga dareeriyey sanka nafta lagaa dhowrahay awood jirin gacanaada dhaqaajin karin madaxaad wax ka sujuud iyo rukucaadan midaari karin waa kaa dhacday wadaadaa taagan masalada waa iska masala khilaafiya inta kale ee soo hadhay soonka isaguna kuu yimid soonku dad gooni uu ku waajibaa xilli gooni uu waajiba oo sanadka hal bil ah waa taqaanaan xajulbeyt iyo zakadu iyadu xoolo iyo hanti iyo awood iyo socod bay u baahan yihiin zakadu dadka xoolaha leh ayay ku waajibtay xoolihii aanu soo sheegnay badarkii baan ka tago haddaa inaad xusuusan ahayd intaad dhulku ordaysaan iyo guryihii waxay inaad sheegtaan badarkii iyo beertii iyo dalagga awe gelaydii masagadii masirkii yaryarihii bariiskii qamadidii waxaa dhul ka soo baxo dhan asna zakaa laga rabaa oo cushur la yidhaahdo waatuu xaqahu yowma xasaadihi inta uu ku dageeyey masago go'day ay ku dagaysana waa lix boqol iyo sagaal iyo toban kiilo lix boqol sagaal iyo toban kiilo waa la isku maandhaafay lix boqol iyo shan iyo toban lix boqol iyo sagaal iyo toban lix boqol sideed iyo toban iyo badh niman meel buu ku dhuftay lix boqol iyo sagaal iyo toban kiilo maalinkuu raashiin dhan kuu go'o zakaa laga rabo lix boqol iyo sagaal iyo toban kiilo waxaa weeye hadee labaatan iska dhehe waa lix kintaal ama lix jawaan iyo gudub mise niic baad dahda muxuu ahaykaas labaatan kiilo maxay dhahda ya niic maxaad tidhi niic waa abaarihii dambe magac baxay weeye ya ruuc wuu ka yaryahay xoogo ruuc wuu ka aduu labaatan waa gudub iska dhehe lix jawaanoo waaweyn jawaanku wuxuu qaadaa boqol kiilo boqol kiiluu qaadaa lix jawaan waxay u dhigmaan labiyo toban loor yunisfan labiyo toban loor wey oo konton konton kiilo ah lix jawaan maalinkay kuu go'do he iyo labaatan kiilo meeqay isku noqonayaa waa lix boqol iyo labaatan kiilo ma tahay lix boqol iyo labaatan kiilo cushur unbaad ka bixin cushur waa me toban baad u qaybi toban u qaybi meeqa wey lixdan iyo laba kiilo miya lixdan iyo laba kiilo baad ka bixi waa hal loor iyo labiyo toban kiilo loor baad jiidi labiyo toban kiilo baad ku daraysa masagadii kuu soo go'day oo dhan toban jawaan hadday kuu go'ayaanna maxaad jiidi hal jawaan hadday labaatan loor kuu soo go'dayna maxaad jiidaysa laba loor ila cushuban isku ogayn toban meelood meel baad bixin kun kiilaa kuu soo go'day naga laga rabaa kun kiilo boqol maxay taa sheegaysa kun kiilaan ku yidhi meeqa wey cushur boqol kiilo basa ayo way dib baad ii celisay intaa unbaa idinka rabaa inaad fahantiin baan rabaa wixii badara waa cushur wixii lacag iyo ganacsi ku saabsanahee waa rubuc cushur oo macnaheedu ay tahay afartan loo qaybi wey dahab fido ganacsi badeeco waxaas o dhan maxaad u qaybinaysaa afartan wixii soo baxaa lagaa rabaa wixii badar ee soog iyo dalagna cushur toban meelood meel baa la bixinaya xoolihiina waa taqaanaa saddexdan meysi ya maxaa tidhi arigaasa arigaas ordaan helo ord gaale ii soo jabi وصوم رمضان متفق عليه وعن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل ننبا يمد إلى رسول الله رسول الله يمد ننكا أسقى الضمام من ثعلبة ويا الله شيغا أي حديث كي أنا سلغو شيغي في صحيح البخاري وذا دان أسقى ما هي جاهدان ساسا نصحم هاي الحديث كالضمام من ثعلبة أي حديث كان سياقي سوى كالدوينهين صحابي كالوي ورمية جاء رجل ننبا يمد إلى رسول الله رسول الله يمد من أهل نجد ree koraad ah ree koraad najdigu waa dhulka qawiyahe buure ee hadda riyaad iyo qasiim iyo buureed dhulka ay jiraan baa la yidhaahdaa najd dhulkan hoose xijaaz ee ku taala maka iyo madiine ilaa xagga yemanna tihaamaa la odhan jiray dhul iyo duh baan dhahnaa dhul iyo deex baa la yidhaahdaa howlahaas waa kala duwan yihiin jaa rajul nin baa yimid rasuulkalah u yimid min ahli najdin ree koraada dadka buuraha iyo xagga sare dega ahaa ree najd ثائر الرأس مدحيس وفلفلايا تميسو تكتاغين أي فرسين
timi isku aadan oo shanlaysan oo la habeeyey ma wato nin reemiya ah oo busaarada ka muuqatay iyo basaas wado dheerna soo maray oo timihiisu ay mudaaharaadaya ayaa nabiga u yimid. Nasmucu aanu maqlay nabi uhi saxaabigu dawiya sawtihi dhawaqiisa danankiisa waa amunku ruuxu hugunkiisa iyo hadalkiisaad meel sare fog ka maqlaysa hunhunnudiisiya guuxa laakiin ma fahmayso wuxuu leeyahay. Nasmacu wafii riwaaya yusmacu dawiyu sawtihi ama dawiyu sawtihi markaa yusmacu markaa waad godaysaa marka dambe dawiyu marka waxaad ka dhigaysaa faacilki. Hadda aniga waxay qoon nasmacu aanu maqlayna dawiya sawtihi dhawaqiisa iyo codkiisa danankiisa iyo shanqadhiisa hunuunadiisa aanu maqlaynaa walaa nafqahu aanan fahmaynin maa yaquulu wuxuu leeyahay. Wafii riwaaya walaa yufqahu maa yaquul dhawaqiisii iyo inuu soo hadlahayo oo annagana maagan yahay danaaniga waanu maqalaa laakiin wuxuu ujeedo iyo ujeedadiisu ma aanan fahmaynin maadaama uu naga foga. Xataa danaa min rasuuli ilaah uu rasuulka ilaahay u soo dhowaaday faidaa huwa yasalu can alislaam waa remiy meel fog buu ka soo dhawaaqay yaa rasuul allah yaa muxamed buu soo leeyahay inta uu nabigu u imanahay ma sugahayo wuxuu ka soo tanaadiyey hadalkii ka soo tugay ka soo tuura dhowr hal kilomitr wax shan boqol oo mitr faidaa huwa yasalu waaba isagoo weydiinaya suubanaha iyo dhawaqiisu uu ku saabsan yahay can alislaami can sharaaci alislaam islaamka axkaamtiisa arkaantiisu nabiga weydiinaya faqaala rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi markuu u jawaabayay خمس صلوات في اليوم والليلة شن صلوات بهابين يا دار ربك كجرا نبيك كلامها لين هي مسألة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول أموس شيء لماذا نقوى مسلم وقرنا يا ويقنا أما فهم كيسو وقرنا يا هوشا أصل كاس ونبيك أطلع سارتي أما وحو يديها صلاتها إسارا يواجباتك يا شرع لي إسارا بعد التوحيد نبي الله محوية ama raawigaa soo gaabsaday intuba way dhici kartaa. Qaala wuxuu yidhi markuu nabigu sidaa ugu jawaabay hal calaya kayruhunna shan salaado waxaan ka ahay nabi allow may saaran yihiin. Qaala nabigu wuxuu yidhi laa maya ilaa an tatawaca inaad adigu sunaysata mooye inaad sunooyinkii salaatuleylka iyo witirka iyo duxada iyo salaadihi rawaatibtay adigu badsata mooyeen waxaa weeye waajib kuguma aha. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان بشهر رمضان الله صلى الله عليه وسلم وواجبات كإسلام كساري قال وحولي نكر يميقى أهر النجدي هل علي غيره بشا الصوم وحان كاهن واجب ميسارين يهي قال النبي حول الله ما إلا أن تطوع إن الصنة يسنة الصنة ينصونا إسكسوا ما يسموا يين صن صنة أمويين واجب كقماءها. قال السحابي وحولي وذكر له رسول الله رسولك لو حكى لو أشيك الزكاة وأشيكي فقال وحور السحابي هل علي غيرها زكا وحان كان النبي اللهم لا يولى قال لا الا ان تطوع ان تصنع سنبا مويت يعني صدقه ان الله بحضوك وخير دون صدقه بن ربح مويت زكا واجبه تام باكو سارا رواية حديث كده ماجستير كيسي فاخبره رسول الله بشرائع الاسلام قال سعد هل كان مكلم مريه الا ان تطوع فاخبره رسول الله بشرائع الإسلام حج كبه هذا أن لشيغين أحكام بدن بو نبيك أشيغي روح مكو الدين كسوغلو واجباتك اللقاء ربو يو نبيك سحابك أطحي أتري أكلا سرساري فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول ننك بمرك اسم الشراء سوغوله والله الله أن كنا أرتيه لا أزيدك كرن ما هيو لا أزيدك كرن ما هي على هذا أنت أشيك واجباتك وحق الدار ما النبي على الله ولا أنقص منه وحنا كرن من ما هي سيدا أولى إيمانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق واللي بانيها دو كرميه متفق عليه رواية كلي أو دخل الجنة إن صدق منك جنة قليها دو كرميه رواية حدك أولي هاي ميشن طنبي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه حاك جرتي والله لا أزيد ولا أنقص منه ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا وحي إلهي إساري واجبات وحنا قدر مايو وحنا كرم مايو نبي مركو وحي لي مركو أركن إنكو إسمت شيري أفلح إن صدق متفق عليه إذن واجبات كاسي إنكا وحي قدر واللبانيا جنة وقليا وهذا كرميو
laakiin waajibaadan waxba raacaynin inay kuu ilaashamaan way adag tahay. Sarsar iyo seeraa loo baahan yahay kuu ilaaliya waajibaadka: salaadaha, zakada, xajka, soonka. Waajibaadkaas waxay u baahan yihiin sarsar sare, ood kore, afmeer kore oo ku waardiyeeya oo laga dhammaystiro oo kaba ah oo kalkaaliya waajibaadka. Haddii laga waayo, halis baad ku jirta. Horaan baynu soo marray hawsha ayada ah. Dib haddii loogu noqdo, nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkan go'aansaday inuusan wax waajibaadka waxba ku darin, muxuu oga aamusay isagoo in badan saxaabada odhan jiray sunankan yaan laga tegin? Culamada qaar waxay leeyihiin waa fi awaa'il islaam, waaba intan rawaatibta aan la jidaynin, sunan badan aan la jidaynin ee usuulul islaam iyo waajibaadka lagu halgamayay wey. Ilaa shareecadu step by step bay axkaamtan u soo degee. Hadday maxduuraad tahay oo waxyaabaha rabbi xarimay tahay, iyo haddii ilaahay wuxuu nasaaray yahayba, hal mar iyadoo jumla aan lama keenine tafaariiq bay u socotay. Ra'yiga ra'yi wanaagsan wey, nimana waxay leeyihiin xataa haddaa sunanka la imanin ood waajibaadka waxna aadan ku darin, waxna aadan ka gaasirin, waxa waxba laguma haysto. Laakiin ninka hawsha awoodi lahaa ayaa la rabaa. Saa darteed nabigu wuxuu yidhi aflaxa in sadaqa, waa liibaane hadduu ka rumeeyo, waana adag tahay. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، معاذ بن أبي قود رضي الله تعالى عنه، محل لو قلت يا حجك لو قلت لي محل لو قلت لي وأن رأيوها صوقا بسد الجواب وحاطو سيسا لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. أما جواب الله بعض حال لي ذهي حجك وحوها واجباتك قدم بي المسلمين تلو واجب فرأي أركان تشنطة حلق أمركم واجب أهين oo soon iyo zako iyo salaad bas ay waajib ahayd baa laga yaabaa arkaanta xaggooda marka la eego. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بو ديري سند كتبناد هجرة أيو ديري كي يتبناد نوال الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن بو ديري يمن مركا إسلامتي تبضلنا كإسلامي وحنا ولي قال كسي أهاب النبي بو ديري إن دينك لقارسي فقال أو حق أطرافته فقال النبي وحول ادعم او يد ريمن الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله شهادتين او يد فانهم ايغو اطاعوا لذلك ارك هديوه كان سمان كاقاتا اله كلجين عابدان نبي محمد الرسول لما او غلادا فعلم او يسي ان الله سبحانه وتعالى وين كره افترض انه كل لازم يكون واجب عليهم دشوده خمس صلوات في كل يوم وليلة شن صلادات أو صلاح زهبين والبي درر والبا. إذن نكي توحيد لي مات صلاة بعد بتاعن فإنهم أطاعوا لذلك هذه صلاة الشن تدوه قان سمان فأعلمهم أغيسي أن الله افترض عليهم صدقة إلى ينزك ساري تأخذ لك قاضيا من أغنيائهم تنات كذا لك قاضي وترد اللقوع لنيو على فقرائهم صبول كذا اللقوع لنيو أغنياء تنات كعانت وحكوها إياه أيها laga qaadayo waxaan lagu celinayaa muslimiinta la isku dhaqayaa oo la isku caawinayaa iyaga loo kala qaadi oo la isku dhaqi fuqarada iyo saboolkooda. Mutafaqun calayhi. Idan intaa ruuxi keena haddii soom iyo xajna waa diyaar wey, waa saddexda u waaweyn in la kala reebin. Fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatu zakaa wa aatau zakaa, ma kala haraan salaad iyo zaka lama kala reebin. Inta badan ayaguna ma asaxaan haddaadan tawxiid ku asixin. بني الإسلام على خمس من نوع أساس صدح أفرت كلنا وفروع للغد السلها نما شاتينك وأسحن وفرسن صلاتنا كأسح مايسو صونا كأسح مايو زكية حجنا كأسح مايو هذا توحيد تو شاتينك الله تما دو انت انا ادي دنا ويدوميسا شاتينك ويدوميا قلب نغونيس دينك اسلامك واسوغا شيء وكوب بلاود اسلامك وكار ربا سي ودد ما لكو سي ودد كرتا صلاة دي الزكاة دي حج كي يصون كون مير سارتو دا ترى أنا شهادون بانكو نولانا يا لغا دقائي سن ما يو إسلام نساكو آهن ميزيد أنا شهادتين يتوحيد الله يمان نمبان زكي يصون يا حج يصال الله يمان نكاسو عون ميسو كابا سيحين ميسو هذا المشرك تو إله غير كي عابدو يسو لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا هي زكاة أبدا ما أصحي. فإن تابوا إلهي بايي فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم واتقرنس تابوا عن الشرك والكفر مال مسو قلي كرا شرك يا إسلام مال مسو وضقلا كفر أكبر
iyo imaam muctabara ma kulmi karaa hawsha fahma gaalnimo weyn iyo iimaan muctabar oo sharci ah hal ruux kuma kulmi karaan midkood baa tegi hadduu macalin hadduu sheekh yimaaday dheen soomaalihee macalin fadhiisay idaa jaa nahrullaahi batala nahru macqilin carab baa tidhaahda ninkii ceelkii iyo wartuu lahaa ama baashiisii baraagsi ummadda ku gumaysan haya iyo kanaalkiisii ayaa ilaahay roob keenay gacanadii iyo farqihii iyo laagihii oo dhan baa soo rogay biyo keenay dadka carbad wuxuu yidhi idaa jaa nahrullaahi batala nahru macqil macqil webigiisii fardaantiisii farqiisii luu kala dag laagihii baa yaa guuxahaya oo aburinhaya marka waxa weeye ma kulmi karaan kufri akbara iyo iimaan muctabara alimaan almuctabar waxaan oga jeeda waa inaad fahanto qaydku kullu qaydin aslu waa lixtiraas iimaan luqawi ah oo luqa ahaan iimaan la odhan karo iyo gaal iyo kufri way kulmi karaan la socaada kufriga akbarka iyo luqada ma kale waxuun iimaan la yidhaahdo waa kulmi karaan wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun haddaad weydiiso walaa in saalatum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah khalaqahunna alcasiz alcaliim idan taasi waa alimaan allugawi ama alimaan alsharci ee janna lagu galahayo naar in lagu waaraan lagaga badbaadayo iimaanka muctabarka ee sharciga iyo ma kulmi karaan kufri akbara kadalika shirki akbara iyo islaamna meel kuma kulmi karo yaa been laydiin sheegin haddaad ilaahay u sharig yeesho xagga naqadleda muslim baan ahay waxaan ku leenahay wadaadow isku islaan ma nihin isku islaan ma nihin maxaad ka wadaa islaamkaas sheeganba maadan fahmin baad leedahay waad ka sheegan mooye maba taqaanid adduunkuna waa dhooban yahay waana muush nin wuxuusan ahayn ama aqoonin sheegta nin baa le aw xasaan tilmaam wuxuu waa nin dheero laba lowsho cadow quruxsan maxaad leedahay aw xasaan ma taqaanid baad leedahay iskata isku aw xasaan ma nihin limaada nabi maxamed baan rumaysna aad baan siriisa u jeclo waana qaanaa waxaad allah ku barakeeya balsob nabi maxaad ii tilmaan wuxuu nin gaaban oo madow oo timo goona leh hee oo sanku bagaf yahay oo qadad weyn oo jeega weyn buu maxaad leedahay ashhadu waxaan qaraya inaad nabi maxamed aqoonin oodan rumayninba sid ku ogaata wuxuu sheegtay markaa tiri tilmaan muxuu sheegay waxa kale uu sheegay libax baan aqaanaa buu markaasaa tilmaan gorayuu kuu tilmaamay maxaad leedahay damir furu baan aqaanaa buu yidhi dameer markaas wuxuu tilmaa geri iyo geel ma ka dhegaysanaysaa waxaan idhi islaamkaa taqaano noo sheeg wuxuu yidhi waa islaam hee shanta waqtina tukadaasha cabdiqadirna barya maxaad leedahay inaad wax fahantaan ba rabba ma u baahna adillo iyo axaadiid kaama baahno xaqiiqaad sheegatay inaad muslim taas sheegatay tilmaan baan ku ohi ruuxu markuu wuxuu sheegtay waxaa la rabaa inuu u tilmaamo siduu yahay islaamka nabi maxamed ilaahay la soo diray ee kitaabkiinu idiin sharxay ee sunnadu qaadaa dhigtay ee muslimiintu ku ijmaaceen ma aha islaam la kulmi kara shirki ma kaaga baahno maa huwa alislaam alistislaamu lilaahi waxdahu rabbi alcaalamiin ilaahay keliga oo loo hoggaansamo oo lasu dhiibo tale xukum talo iyo xukum iyo baryo waa alla keliga waa in loo ogolaado haddaad tirada awliya allay adeeg allow adiguna adeeg maxaan leenahay weger waxaan leenahay gawaca weeye isku islaan ma nihi waana wixii saa u fahantaan shaygaad sheeganayso inaad fahansantahay waxaa lagu gartaa markii lagaa codsado inaad tilmaanto yaa waxaad ka bixisaa tilmaanta iyo shaygu yahay walidaalika ay dhahaan ahlulkalaamku iyo manaatiqadu iyo falaasifadu ida ikhtalaftum fi lxaqaaiqi faxakimu lxuduud ida ikhtalaftum fi lxaqaaiq shayga wuxuu yahay iyo maahiyaadka haddaad isku maandhaaftaan waxaad ku kala baxdaan qeexid faxakimu lxuduud ii qeexdhe
نياد بين كنت قانا وحوري وادا ويد بان حوغو ترانسيد نيروبي كسو مراي او ديارادا لبي او طبان ساعة ما افرطان ساعة ما قنان يزيو هوتيل بان تغيو اسلي بان صور دحم مراي او نيروبي وانا قانا حوغو باش او معينا هين واتقانا اي تلمان باتري اسلي اي نيروبي محوكو تلمان بيت الله الحرام مكو كو تلمان اي مدينو محل لذا ماذا تجين بعدي نيروبي إسلام ماذا أرق وليجا سيد كوجات إنه بين شيء جيو محاكوس وصار وذاهو تلمان تخلدنا وكبحيي نيروبي وحد كوجات إنه بين شيء جيو نك إسلام كم محاب صدا تلمان مكل ليدا هذا رقم كيسو أما أفكيسو أو شيء إسلام كان نقاين ما كان كأهين محل ليدهين مسلم متيه رمع المتي رهب المتي ثول هيدي رمع علم وقل يا قوم سدال لي ودادك عزارا ولي اوغادن بسوقين هيا داد هنت كن دف بحيد جديد تلا لكن اوضح فانتان ما ربا مهمدو ان اوضح فانتان ما ربا نول برهرك شنو سوقي وجعل انا ما عاد وديده ما انا عرك كيم انت وقفتن كي اسكو اوغادا اسكو اوغادا شيغا شيغا آيات كاما باهانو حديث كاما باهانو وني مسلمتها اسلام كاتا ايشك دي وهو انت هدي وذلك كوم حضري آيات قرآن الله مغوب باهانيت شيغا اتصوغ الشي هذا ننك يهودي نصارى سمية قان اسلام وحوية ننك يهودي اما متك كريستا كيدا ادح جوكتان اسلام كانو قلم مغوغلو ورسلام كاسوغ قال ايه بكوليه ويا قانا اسلام وحوية قرنية مودي دين هين وصلان كسوغلو وحو اسو كسوغان يهاين و اوغي هي اسلام وحو يهاين و اوغي هي صدرت بوديديا او وحو اركا ان ديباتو كلا كلو مثلا او ادو اسلام ريركيس با بقدبي دخلكي با لا غوسن وا لا فيجيني غريو واي موانع دي دينتا اسلام كام حق او 9 ام 10 غاده هورتاغ ميد كميدا او هلكا دونتو اوغو جيره او شيطان هوغامينيو هدو فهنسي هاي اما وارك اسلام يهود نمو يكرستان نمو يمجسمين اسكو مدينهين واسلام كسوغل وابان هايبا كده لا وابان هايبا ما هايقا مقان كمرده هاي وحولي وقيا هاي وحا ادحي فوارق دا ادحي اسلام ايو وحان اسلام كا هاي اذوقو هداد هرون شيغي سو تقان شركي توحيد وحا ادحي او تقان ايمان وكفر وحا ادحي و اسلام نما ده اتشيغن اي كو عرفان تهي محاد اقول الله بيسا الدين كالي محاد شرك اقول الله بي شيء هو شيء فطرة عقلية اخبار تا انبيه سمعون وكو حجم ونكو ففاين اي ادلة اذن كما بانا ان ادلة فطرية عقلية اي ادلة سمع ومؤيدة مركض اصل كان دينيات مريس وارتفها نمبا وحتوكتي واقلق وحلو ولقفي هل كاسان دغاسان بارن كتوك دسان وان شي شي ولا قف ميد كلام وان لهل وحدي وان لهش تيور ما تي ولا قفت ايدي حديث ما كينيسا كول ولا قفت ولا لهش سيدكو قراتني كان ولا هل مره لا قفي مره واحد قري بوينت واحد قري ساي نقطه مره واحد له زيرو سي يا شيغي عقلي يا قرات هذا كتو ان كان ماشي لو انه لا هل ان لا قف توحيد الاسلام كو سدا سوكلي التفريط والتنديد ويكل دويهين التوحيد والاشراق ويكل دويهين نين كان الله يؤمن كسب ولا بي اسكو دراي وشفعي لمانو وطنك نين اله كلي عبوديا ويكل دويهين فرق بين التفريد والتشريك وحسكو قصر ماها اذن كا اسواليا وحان جرين دين موديا لبدا لبدا اسكو قصي كرما اله يؤمن كسب نينك ميلو ودا قاليا هي ينك إلهي كله هو جاب صدا، أون كان حقي سيء وحي إلهي سيء وكل دوي. إلهي حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. إلهي حق بولي يعني أنا أحد لا أقلين. نبي محمد عليه الصلاة والسلام نحق بولي أحد كان لا أقلين. الله إسكب الداية نبي محمد والرسول حق ما أظن إلهي كرامي صوما أفضل البشر صوما على الراجح. حق النبي يقول هذا آدم قال استقال باطاي وحكى لسك بداية النبي يقول حق لها أو متابعة أو عصمة أو إلا الرمية واجب نماء هذا أبو بكر وعمر سيسو مسلمتي
maxaad moodaa allaweynuhu ku abuuray xaq uu lahaa hadaad siiso aw xasaan meel ambiye ku kaban baad moodi malagaanbaa gaardi saa uu ogow isma laha hawsh yaa meyti la isku qasi idan waxa weeye labadaasi markay kuu asaxaan baa arka howlahanka laga rabaa hadday kuu asixi waayaan wax kuu fadhiisanaya ma jiro. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت وحال يفران قاتل الناس ددك ان لا دغالمو ددك وا ددك مشركين تا وا ددك الله ان رومينين حتى يشهدوا ان لا اله حديثك انت انك تجين مساله مهمه كجرت بنا ادم كان اسلام كسو جلن اما كتاب هنقضو سدا النصارى اليهود اما غير كتاب هنقضو سدا مشركين تا عربيت iyo qoliyaha malaaxidda waxba aaminsanayn ama shubhatu kitaab ha wato sida majuusta ayo gaal kasto adduunka ku nool diinka islaamka marka loogu yeedhay waxaa looga bilaabi shahaadatu an laa ilaaha illa anna muhammadu rasuulullah wax kaloo laga rabana ma jirto xanafiya waxay dhaahdeen waan kala qaadaynaa haduu mushrik yahay wathani ama aan diin aaminsanayn waxaa loogu yeedhayaa ilaa shahaadati an laa ilaaha illallah wa anna muhammadu rasuulullah bas haduu laakiin kitaabi yahay yahuudi iyo nasraani yahay afar shay baa laga rabaa waa bidca ay ila yimaadeen xanafiyu asxaabu ra'yi laa daliila laha min kitaabin walaa sunnatin walaa ijmaac intaasoo xadiid baa ku timid fi sunan wasixa walmasaaniid in nabigu yahuudiya nasaaro مجوس يا مشركين عهد والبو وغيري الى التوحيد الى الشهادتين فقط لا بد شهادتين بدينك اسلام لو سو غلا شرط كلام امه نينك او شيغا فقد جاء ببدعه ان شغل دينتنا كول هاي حنفيه لا تيمت وددن با كو تقليديه وباطل لا اصل له اما يهود النقو اما نصراني النقو اما مجوس النقو اما وثني النقو لا اله الا الله محمد رسول الله بان كربنا شهادة شرط ما هذا لا إله إلا الله يكفي هذا معنيه شهادتين كاللي ماده يكفي أصل كوين اللي ماده ابن عمر حديثك أمرت أن أقاتل الناس وحال الله إفرادتك إن لدك علمون النبي عليه الصلاة والسلام وأمر زينيد من الله وحي ربي نبي محمد والرسول ورب العالمين رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين أنا النبي الرحمة إنما أنا رحمة مهداة حديث القرن نبي الملحمة والنبي الرحمة وي نكي قال له إيه شغلك سلبحين وي أمرت أن أقاتلوا ده قال إن دينك حق ذلك الولد ده قال طريق الأنبياء وي إن لو نحرزته ونك أن ده قال منين لسود وي وطريق الأنبياء أنت هذا إبدرك لتي ما هذا الربي الرسول بهو كفر ذو هذا الله يمتها وانكره وإذا بدره حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الى اقرانا ان لم يين الله كلا اوسن جن حق لو عابده وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك سدا هدي يلان عصموا وا الى شدر وا دورتين من انا ايغا دورتين دماهم ديغود لا دادين لها يا وا اموالهم انت لا غنيميسن لها الا بحق الاسلام اسلام كحق سمويه حيرك يا قوانين الاسلام كنك قبطان حقي بقى لقى قوي وين حق الإسلام وام معي دين والبوت صوغة شو يدولة والبوت كمين نقطة يومات كستود كبير يرتو وحيلة ده هي آدمه هي حكم يحر بآدمه لي آدمه هادون سن حكم يحر الله هنا ما بنولان كره أما حير إلهي إلهي يكون رقم هيان ووحي وسماوعة أما مدع يقوم مرضو الله يستن بيكون رقم يكون بابا هيا وحود حيا بمتشور هذا دينك إسلام كصوغة شو wuxuu ku leeyahay waxaa iska ilaali waxaa iska dhowr halkaa ninka ka caba seef baa quwaaxi waxaa ninka sameeya karbaash baa yaqaanaya jeedal ilaa bixaqi lislaam ee ilaa bixuquuqi lislaam xuquuqda islaamka ruuxu ku dhaca ee xujoobo mooyeene waxba looma haysta wey haddaad xujoodo xaqi baa laga oofinaya waxisaabuhum addoommada la yimi shahaateynka ee salaada oogay ee zakada oogay ee arkaanu islaamki toosiyey xagga daahirka ee muuqaalka guud أما كوري قلبي قوضة إن لغا ورمو أو لغو لحساب تمو على الله الله يتعلاوي أنا غنو متان أدونك أنت اللي تشوه آدم وحي كم بغال ولا رقم ما
wixii uu kuu daahirsado, wixii ka muuqda, waxaad ku aragto, unbaad kula dhaqmi, ama islaamnimo ha noqoto ama gaalnimo ha noqoto. Aakhara haddii la tago, yowma tubla saraair wey, yowma tubla saraair wuxusila hee maa fi suduur, jirkaadii baa kaa warami, afkaa lagaa sharootayni, faraha daruuriyami, lugaha daldalmi, malaa'ig baa joogto, kutub baa la keeni, callaama alguyuub baa ku xisaabinay, een socon mayso. Aakhara haddii la tago, xisaabtu waa calaa maa fi lquluub, baadinkaada meeshan wixii ku jiray yaa laga matashinayaa. Adduunka soo ma aha innagu waxa iskagakayaa muuqdeen ku dhaqmaynaa, maxaa yeele qalbi innagu lama soconno, baadin ma ogaan karo, ilaahay bay xisaabta u taallaa. متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله رسول الله مكي الله افسده وحجابتي وكان ابو بكر ابو بكر هو خليف النقضي وكفر او قالوا من كفر روحي قالوا بي ام العرب عرب كم ده دين تكبحي نبي مرق حجابتي سنه كويت هجره ده ضد بدن بهر دوبي او ديمه كبحي هل كايدا خلط با لغا شيغاي امتي ردو ديمه كبحي قبائل ان بدنين بي اهاين قبيل والبا قيب كر الدودي باجرتي لكن أغلب يدمع هاي أي طائفة أي قبيل كستوع عربيت الرئيم مدني الرئيم مكا أنكا هاي يعني منك بحرين جوي الرئي عبد القيس أنكا هاي قبيل والبو كتر سنة قيب بعد دين تكبح لك طائفة كستنا قيب إسلام كباق نغتا كجرتي سيقود بك الله سكو قابطو نبي مركو انت الدين كوحر داي انت الدودي انت الدين كوحر داي بطنيت كتب الطوارق أو شيء بنبونيان زنادقون وعلعليان وإذا دهرنا كخل دمين صح معها أغلب من في الأرض إسلام كشيغان أي ما نكون نبي قول نولا وحي ما نكون نبي قول انت عفوا دين تي باقي كون نقدين إن بغنا واردو بين سواء إن لو هذا وكفر من كفر أي ارتد من ارتد من العرب فقال قال عمر عمر وحيري سيدنا أبو بكر وحيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما نقول نولا شيء والبهلك كو أجابان دقيا برتو كو أجابان دقيا بدعي مدق نينك أقول لي حدا سيفتا قاضي خلدا ما خلدا ما وين مر لبعض ضد كان سوسو تشيدنو حيو أن تبريسنو تأليف فرحان وقبحن صوبان صلاح ما يوجد شنطين دوت بنوشدنا إنا إن وإن meeshu nabigu idinkaga tagay inaad ku soo noqotaan iyo inuu mowt ku gaardiyo oo ilaahay ku guusha raacyo la arko wax u dhexeeya ma jiro. Abu Isxaaq Ashaadi waa masalada sharxay. Fitanku markay dhacaan buulo oo diinta laga ridoobayo asalka Abubakar baa lagu badbaadaya. Haddaad tiraahdo maya baan u yarkaadinno waa la sii dareeri, waa la sii dareeri, waa la sii socon. Abubakar waxa xaggee buu ka keenay Nabi Maxamed buu ku arkay. dhaqan nabi ka haysta wey xaalada aad adag marka la galo muuqaalka kore Abubakar iyo Cumar Cumar inuu diinta ku adag yahay oo asagu ku firfircoon yahay oo difaaceeda iyo uhelinteeda iyo fahamkeedu Cumar uu Abubakar taa ka dheer yahay baa loo qaataa. Abubakar nin iska dabacsan oo oday waayeelo oo macaasan buu ahaa laakiin islaamka loo heeriyo marka la yidhahdo lambar kow dadku ka faham badnaa وكفق بدنا نبي محمد بو لسو قريبي حوله سو دم بو اهري حلو واحد في التاريخ ابو بكر الصديق وحو النبي تري ادم انتو ادم كلا ترو ان شيغان ابو بكر بلغا هيا ولي ما مغشين ابو بكر ونبي محمد وح تري تاريخ بالاخريه وحو الدنيا لها wuxuu gobanimo lahaa wuxuu xirin yahay nabigu isku geeyay milyan dheer buu ahaa carabka wax walba badnaa buu ahaa wuxuu lahaa diinta ku fangareeyay nabigu ku baabiyay dacwadiisii weligiina ma sheeganin wuxuu la dhaqmi jiray inuusan nabigu weligi kobiya uusan siinin gobanimo taas la yidhaahdaa qolyan maanta markay koob shaah ku shubaa wadaadkii baan abban shaah kasoo siiyay ku leh warshadiisii maxaa ku geeyay gobanimo wataa ilaa nabi maxamed ishayn waayo nabigu uu sheegtay oo uu yidhi hanti intay wax i tartay hanti abubakar weligeed ma tarin buuri
عرب ودن سوكين أنصار ونبي وحبان أرهبانين وقبن ما يكون رماتي في التاريخ نبي محويري مالك أبو بكر وحو إتري هي مال إتري مجر عربي وحطو تان شيئا أنصار تقاردي قبلها لذي فرينا بيرتان كلا قيب صنو وحل بينوك النسيئة النبي ويري مركي نعفيه ولجدين شوغانا أنصار لما أركو واي رادار مركي ديلي الدارين يقتنى أنصار وصوبتا لبكي ديارو يهندفتنا حرتي حابة تولده أدايان قل يو نبي كأماني يو حتى أبو بكر نبي ورد سوء أبو بكر وحيتر مجره نبي كأبال الشيكتي لكن ولي أبو بكر مدي نبي الله كو بيانكسي باشو قبن نموي أبتر ستا قلني مانا هين برنان كي تاغن تا محا أبتر ويبا موقاتا وطا ورك سيدا أفهما أبو بكر سيدنا عمر مواقف بضانو يهوشو كولاتي وهو كلب بحيل يوم الحديبية كلب بحيل ما يكون نبي هشيس نين كان فهم دارين وكفهم أي حقوق مسلمين تن لقط ظلمي وأنا قوم نقط شيفه وكي أبو بكر أي عمر إيو صحابه بضم كود بجدودي موقف كأو حاقصوا هاي نبي محمد أبو بكر وفانسية يعول الرسول كإلهي إلهنا عاصي ما أيو رب بوجر جاري عمره أنت أتكدي سو دجال كي سام قضانا إنا أيو سندل وأقبل إنا نبي قال لازم بودي هوش وضع حقه سيدنا نقول له قبل إنما تنبي وهيوي هالشكيل يوم الحديبية قرطوا يرعى على مكان إسقابته أبو بكر وعمر أبو بكر بيرعى ذي نبي قال حجاب عليه الصلاة والسلام عمر حر عريا شقنا نام حد يا ود أنت يا جد هذا نبي قو صن ولان دونا منافقون بولين دونا وسيدنا عمر وإسقران وهاي بلايدي مصيبة على النبي الجريسي بكأس الدئسي ويكسد عليه إلى أنت سيف بالله بحي عريا عرضها النبي أنوليها وصون غنية أو بكر وبيرت زكي أمين برقن كولول يا من برك فولي وهذا شيء ما لينك النبي قد أنت يا حلوك الله بحي أو بكر يعمر واك الله بحين طريقة أو بكر بلقوا بدبادة ما تم سماه قال الردوبي سيدنا عمر وحيدي نمان كان شبع ذك بلي ما بحيد هذين لا إله إلا محمد رسول الله ونقد هاي صلاة ونقد ديار زكاة إني واجب تايبان آمن سنة يصون يحج وحل بالديار لكن ها زكاة أديب من أبو بكر ترجع لك صلاة ونقد ترجع لك صلاة ونقد طيب ما مسي وين قوة قوة كان قد دراني أبو بكر لما قاري إسكت داي وحنا بقوت المامي وي أبو بكر وا ني إله الدورتي وي رسول كانوا تربيه سيد عمر وحوله ودنيما خصادي تكن أيار شهادتين كان الله إيمان أيار حق أن الزكاة واجب ليهين زكاة لكن أبو بكر أجين ما ينه وطلع المسلمين نك قبتي بعد الرسول الله يسين ما ين عليهين ليقول ما حكوا بنا يصنع أبو بكر عمر وشكي بس هذا هو عدان ويدي أبو بكر حزوي استاجى حلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام زكية صلاة ما حد كوجي هنا يوضع السعودان هنا لك الريبين نيجي كلا الريبة قرطة مقن عمره أم مركب كسرع ها أما إسكتك والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة إلهي بنولي كلا الريبين بدار السبوع هو قشاوي ما أنت نبيك هتان كي الزكاة بحين ما ينو هذا الوحيد حجين ما ينو ماشى ماله قرشة يستوي أنا هو بكعبان كده سنة إنا هدوسي ريا مامي ملها سانك ديزاين واجد وحيدي بيش صون ما كو محرم باب اسك سو مينا سو سودن بير اسك مره با سودن نغا نغا ترسد دينتي وحي نقوني تصبح لا فوري وين ادفان تباش سو صوتا عيلي وحي ضاد لقبتان كو غرتي يا كو غرتي بالمدح ديغه هيا وحيدين ففاين ما ياد سيدنا عمر أبو بكر وحوفيري مآلك مسألة ده إيو إلهي أكتيسة زكية صلاة وحكي حرم مايا قوشو وحي راعضي سيدنا أبو بكر بير عمر نوو أركينو قد لي وانا كن راعي قضية دي بالغها الله هي قال عمر وحوري كيف تقاتل الناس ضدك سيبات الله ينضو الله قال لهم أبو بكر وقد قال رسول الله سوى النبي إلهي أويري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها
فقد عصم مني ما له ونفسه نينك توحيدك ليما دشاتينك نفتي سي مالك سي بو ايغا دورتي الا بحق حق الاسلام اسلامك حقي سينا عضو بقلو وحقه ولقوله اسكب بحر هذا مويين اما دم بقاسات قشي حد كيسو سودي يرقو هذا مويين وحقه وما يست وحسابه فيما أسر وحو قرصدي كل حساب تنكيسو الدون مئة وآخر على الله الله يطال له. فقال أبو بكر حوري والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إلهي بان قدرت والله دقال لمية روحي كلاقية الزكاة يا صلاة كلاقادة محاجرة فإن الزكاة حق المال زكاة ومالك حق كواجبي صلاتنا وحق جنكيني شركي أنك واجبي الصلاة وحق البدن الزكاة وحق حق المال حرى بكر أوف فوقي والله الله كل أرتين لو منعون هذا إيدي ذا قل لها عن عربيت عقالا دبر إيا سيطو أي هاشا إيا قال أنت الزكاة كسو دبري جرين أما هجان أي كسو هجان جرين كسو كنين جرين عقال كاسو كانوا يؤدونه كوغتو اوغي الى رسول الله قاتلتم على ما واحد اسكب داب ورهاش اسكب داب بحنت هذه هذي دهان انا ابو بكر وحان كو هان جير سولمان نغا قاد هل هو غانا يا هل سيتا يا دبر منا كوسين مين حركه الان جيل كحيسو وي ودمان هيان بول حركه الان ما كو خيغا هدو ييلو هي يا وحو قال لي منا كحكت الا والله ودا لي سنه عوري دبيقي دبيقي قدودنا هي وكلت يوم اكل الثور الابيض لباحي لبد لو دور دور كدبي اسكارتي وا وركو وهايسا شيغو مركو سعود هدان اسكا قوانين وكوغو تغا هيا بس وي وانا فان طوشاس هذا ثقيف بيننا محمد والدين كما سوق علينا لكن قويس كان ثيث ثقيف اي ضائف دقا بقول الله سنه شركه من كسو جيرين وحن وي قبط مين لفظودي لودودي ديغودي بو غلي ما ان لغا ما ساري كرو وان اسلام اينا لكن سنم كهبل هل سنه نو كادي ان حقوق اسك بربركيسن شعبك يا عامان ان ترتيب كغوين نبو حلو ولا ساعه واحده هل سكن ايدين كادين مايو ان اد قودان ان ان غون وخه دخي ما جرو نبي الله ودك خمرد وي قبتين ما دين هياني محان كسمينا يمن بالا جوج ميل قبو بان جوجنا ددكن وا بلود بي ونقوتي ورداي كهر كري وين محان سمينا بل انت لا قبس كادنا و لا يبل كي لا كري واي اونك او غدوش شريعه ما كلا دبقيو تلاوه تكينتو الله اسكله تلاوه تكينتو تدريجيا فرق بين التدريج التشريعي والتدريج التطبيقي كلا قال منا وزندق منا وصن هذا هو شمع وذا ففاين هذا لكن الكلف إلهي بأمرك حكم كده شنو كل بق هو ربع ترتيب النجوم شيء وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزل له تنزيلا لبعضني صدح حسن الدقة أحكامته نسعتي لكن بعدما اليوم ما أكملت أي سودكت وأنه مسلمين نقول ناي حكم كرب جلامي دموي إن الفلين كرتود أود إن أنا أود أدو أود كر حكم كرب إن الصومالي كفلسه هذا ترى وانت لا بتكين إن يسند ديدنا بأنت زنديق بطا كل والو طبقي ما ديدي ادخلوا في سلم كافوي خام رام بتسوقلي ما ديد أنا أقول دين الإسلام كذا كلا سارة هوش هاسكو خلدنا فرق بين التدريج هه التشريع من الله سبحانه وتعالى والتدريج التطبيقي فهو زندقة كلا فهم أخواني إيو إله المارشة إيو قرلاو إيو يحيى أديركي إيو وحاصو دم بهاو شاوضة من قصو قليا وكسو طوبة كنو ذاتك وادو إلو هابي أنا أو يري هاو شا إسكي والوخل دما والوخل دما شرع عضو قاعدة تقنوي لا عجز لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ما أود إن الحكم كان ريه بالكفل سها فلي كل ما كشهيد سيدنا أبو بكر أسمي والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو قاتلن حول والله لو منعون هذا إيدي ذا عقالا سيتؤي دبر كانوا أي أن يؤدونه كوأقته إلى رسول الله رسولك لا يؤقيه أقول حراقيه للزكاة
لقاتلتم وان كل دغالمي وخ كلي اسك دايه على منع سيطدي حغانك ديدان با ودمانيا حوار كي سيدنا ابو بكر وعمر وحوار كي سو مساله اوغو دغاي ابو بكر نن اد وحق حق وجعل وحلال ميرده اون دي كو دغدغين او وخ عدلين ان كلي حنين او اوغيا وايلنما غوبنما اي كو دماتاي كاتسيو ديبو مركه مساله اوفيري ديبو اوفيري مركه خولا ليلى وا ابو بكر با كا غرل سيودن نحن لوغه لخانه وبقيون تواتر شليب بقاده هي صوبنوي هو غانها اي كوسو ديبهاينه ما حد دينته اللي بدلي تغيير اوضاع شريعه وغير مقبول شريعه الرب الدجي سنه محمد كوغا ان واخ لغا بدلو ما لما قادن كرو نينكي قاتنا دين لعام بو كجوغيا واخ لوبا وي هديدن اود ولا هي اد فليسو حوي اسك سو انت اود كهليس لكن أنا باشا نص نص نصين نص نص ماشي مكان مجرى ادخلوا في السلم كافوي اليوم اكملت وي ما اود فولي هذا اود اسكس انت كتبر ريسانس وركين عبد الحسن وإلههم ما انت سن اود قليه مش جاي مناصرين تو مدد جالسين يا هبر برا وارك عروس ما يقول جالسين مقعد جون هذو محاطي مايكل اي باشا كان يصدق هذا هيا مع المعلم كي شيطان كي بوب كبرنا حطوري والله في اجتواء عرري وحول لهم ما انت تاسن اوذا وحير كدبنا ها كون يشم بقول فرس بكو قلي باشو دي ديار قلوب يبا انت وياد رحلة لبودن اما لقيبا قلي هذا كل باين كشيكي قال وحول عمر فوالله الله كنا ارتين ما هو اجتهاد كي يعني غفير انت اذا مثلا ان دكتن دي بقول نغم ما اهاني الا ان رأيتنا اركب مويا ان الله اللويني أن رأيت الله الله إن أركم قد شرح إنه ففاهي كبلاري كشرح عدي صدر أبي بكر أبي بكر لابس القتال قال إذا دقالك إنه يهي حق دليل الله يستو أصل كتاقا يا مركان أركي إنه أبي بكر لا أرسى علي أنا عدي أن أندب أدوكتي هي فعرفت وحنقرت أنه الحق إنه حقي يا وحق جرى مسلمين تو يا علومه إنه يكدوا ذي كران ويكم مناقشون كران مسائل كشرعي انه استعلا ان مساله علوس كو قوان كرو كدبنا حق مركو كو عدادو اديغو سو راعي كرتو تانا ايسن عيب كو اهين اي غوبنيمه تاي شي كو عدان واي مخو كو عدان واي ايت ما اها لكن وحا عيبا او عن بارايسن او دلا عايسن حق كو عداداي ان اد او استاغتو كو راعي ويدو هبل با لبا افلي شلي بو بدي دنايه هبل بو كو راعيان لو دين درتيد الحق أوجين دلابتو الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل نوام حي والرذيلة وجنمو إن الباطل كم راح تيرسو إن الحق أصل الله بتنا وجبنمو أو شو بكر عمر ولا حيسوي وحاكلوا كعت واحد كلا قفها مايا مثلا نصلة إن علماء وين كقرسوا ميكرتو سيدنا أبو بكر وعمر مركا يدود هيان حيث كي ابن عمر كي جابر كي أنس ee cadeynayay zakadu ninki diida inuusan islaam ahayn lala dagaalami aan diin laga dhageysanayn maysan hayn labaduba ee wuxuu umumka nusuusta quraanka iyo qiyaasu zakata ala salaa ayu imaamku isticmaalay Abu Bakara umarati baa u cadaat laakin nasba jiray tilmaamaya hadda sumareysan zakiya saalaynaysan kala hadhaynin xilki mucaad kii ibn umar وحاكل كتيرة عمومات كالنصوص إن لقوا خاصيسي كرو قياس كشرعي نيكي لا إله إلا الله إلا هذا سنب الله بطابن كرو سيدنا أبو بكر عمر كفهمي كدبنا محبوخة زعوم كسيدنا أبو بكر قياس قياس الصلاة الزكاة على الصلاة نيك الصلاة كتقة أما مرميرية أما تكون وإلا الدلة يمر المرهن عند أبي بكر وعمر أصل كمجمعها أيو سيدنا أبو بكر مقيس عليه فرع اللي سكوها هي متنازعان ومانع الزكانة وحوكد لك فرع لو قياس قادن هيو صلاة كدي من اسكو ملبو مبرس حكم بوسي وصولي ويصنعي مركب مسائل فرع بدن بها كوتشيرا وحل اسكو هي ما اهين صلاة الزكاة وجوب كذا نينكي دي ذا محال قسم ما اهين نينكي اسوء امس الي واجب تاي الى بحن ما هيو أبو بكر ودي ما هيو نحن مسلمين تو جين ما هيو مرقى لا يقاد ما يجدا لسكو هي لا بيان لسكو خلت نين اوغل اني واجب تا لكن بحين ما يجدا لسكو هي
ninkaana waa ninka lagu ijmaacay in la dilayo lana dagaalamay. Zakada ninka bixin waaye laba qaybood weeye, asagoon dagaalamaynin oo wujuubkeedana aaminsan inuu qariyo meermeeriyo bixin maayo, waan bixiyey ma hayo, ninkaa waa la dabageli, xoog baa looga qaadi, ganaaxna waa la saari. Xadiidkii Baas ibn Xakiim baa ka hadlay, ninna waa nin inay zakadu waajib tahay aaminsan, laakiin dhiibi maayo, carruurkaas yaa iga qaada, aakahna soo rogta. Ninka waa murtad asagu, ka horena waa faasiq, meermeeriye, qariye, dhuumiye, qiilbeen sheege, xoog baa looga qaaday, waa la dabageli, iskadan way ka asixi, waana faasiq gaal ma ah. Ninkii laakiin ku dagaalama calal manci ee seefta soo rogta sida kuwan Abubakar iyo Cumar ay ka hadlayeen waa murtad biijmaaci saxaaba, ninka asaga ijmaaca jamaaca min culamaa soo guuriyey, ibn cabdilbar baa soo guurshay, qaadi abi yacla baa soo guuriyey, abulfaraj ashiraasi almaqdisi baa fi tabsira ku soo guuriyey, sheekh islaam ibn taymiya soo guuriyey, jasaas baa soo guurshay, abu cubayd baa fi liimaan ku soo guuriyey, jamaaca min almuslimiin. taawiilka dambe shaaficiyada dhag ha u dhigin. masalada marka waa mid cad, waa ninka marka aaminsan wujuubu zakaa ee haddana bixin waaye baa labada xukun kale ah, marna waa faasiq marna waa kaafir. ninka isagu aaminsan waajiba iguma aha, maxaad leedihiin? asagu kaa muran ma laha, kaa murtad ahaan baa looga dhaqmi, isagaba weydiin mayno, kaasa kama weydiin, maxaad leenahay? diinka islaamka soo soo toobadkeed kadib baan ka tashanaynaa. وعن ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد القرن صحابي قاسي ان رجلا با قال للنبي نبي كوجيري نكاسي ودا دا وحي شيغ انو يا اسغا ابو ايوب نكا اسقارن هيا وا اسغا ابو ايوب شيغين لكن سدا صحدا وا وان صحابي او ريميه روايه كلا عديس ان رجلا اعرابيا عرض لرسول الله وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته nabi maxamed oo socota yaa nin reemiya ka hor yimid hashi nabiga hoggaankeedii buu ku dhagay nabi maxamed diinka islaamka ii sharax wax diin aan jannada ku soo galo naarna iga fogay ii sharax maaha abu ayuub ma reemiyba ma safar buu nabiga kula kulmay maya abu ayuub waa taqaan ninka nabi maxamed soo martigeliyey way cinda alhijra warkiisa wad haysaan riwaayadaasa cadaysay anna rajulan baa qaala linnabi nabiga ku yimid كير أخبرني إيغا ورنبي الله إيشك بعمل عمل إيه خير يدخلني الجنة جنة إيجاليون جنة كوكاس بدو وفي رواية ويباعدني من النار نارنا إيغا ديرية قال نبي حلو تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه رواية حديث أولية هاي ملك النبي الله وحان ربائنا إيشك تعمل جنة عن كوكالو naarna aan kaga fogaa inaad ii sheegto nabigu wuxuu yidhi laqad wufiqa hada ama laqad hudiya hada markaasuu nabigu u sharxay xadiidkan u sharxay markuu isma jiray saxaabigii yaa wuxuu yidhi in tamasaka maa umira bihi dakhal janna ninka asaga ah xogtaan u dhiibay islaamka ku saabsan hadduu ku dhaqmo ku dhego jannadu ku galahaya markuu u dhammeeyey nabigu wuxuu yidhi daci naaqa hasho hoggaankeeda sii daaday soomaana kuu jawaabnaa camal aad janna ku gasho naarna kaa fogay soomaanan kuu sheegaa kale hasha wejigeeda wuu sii daayay ninkaa remiga weeye abu ayuub ma aha su-aashan uu ninkaa remiga nabiga weydiiyey saxaaba badan baa weydiiyey mucaad ibnu jabal baa weydiiyey xadiidkaa taqaanaan fil arbaciin ciyaad ibnu dithaar baa weydiiyey oo saxaabi kale ibnu marta cafwan ciyaad ibnu marta baa weydiiyey abu umamata albaahili baa weydiiyey saxaabigaas remiga weydiiyey su-aashaas marka nabiga la weydiiyo bacda tawxiid wuxuu raacinayaa axkaamta islaamka way kala duwanaayeen kolba ruuxa la joogay ee nabiga su-aasha weydiiyey xaaladiis intuu qiimeeyo iyo wuxuu ku liito ayuu awoodda badan ugu bixin jiray saxaabigan maxaa lagu yidhi tacbudullah ilaahay baad caabuda keligii walaa tushriku bihi shay ilaahay waxba la wadaajin cibaadada ilaahay axadna la wadaajin maysid wax bashara ama makhluuqa jin iyo insi malaa'ig ilaahay waxba la wadaajin mayso waxba ugu dari mayso keligii baad cabudaysa kow wa tuqiimu salaa salaadana waad meel baad saari wa tuuti zakaa wa tasilu raxima qaraabadana waad xiriirin reemiyi qaraabo way gooyaanoo waa dhib badan yihiin reero qaxar weeye oo rafaad iyo dhibba iskaga nool yihiin qaraabada dhib walbood qabtaa moogaanee xiriiri baa la yidhi ilaahay keligii caabud salaadii zakana meel saar arkaanti kale xaj iyo soom looma sheegin marka ayada ah
inuu yaqaano darteed baa loogu daayay intana loo taabtay saddexda cuslayd iyo sidatu raxma loo raaciyey. وعن ابي رضي الله تعالى عنه قال ان اعرابيا اعرابي قاسي وحال شيء انه ياهي عبد الله بن احزم صحابي الاورنجري اي اتى النبي النبي فقال وحل يا رسول الله رسولك دلني اتس على عمل عمل اتس خير اتس دعاء اتس اذا عملت هذا سميون لا اماد دخلت الجنه جنه ان غليو قال النبي وحل تعبد الله لا تشرك به شيئا زين كرمي قال له جواب الهي كل عباد عابدون شريك لي ميسد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة زكاة اللقوق فرد يري إلهي كساريب الله إيماني وتصوم رمضان بشر رمضان وتصومي قال وحول سحابك الرميق والذي نفسي بيده الله النفطيد قعنت سأي كجرتان كرارتي لا أزيد ككرن مهي على هذا وفي رواية ولا أنقص منه عند مسلم وحنا قدم مهي واجباتك هذه الشيكتي وحنا قدر مهي وحنا قدم مهي نبي الله. فلما ولى ملك صحابك اسمه تشيري سؤال اسكلها قال النبي النبي وحول عليه الصلاه والسلام من سره نينك يفرح جلنس نينك كو جعل كو فرحيا ان ينظر اما ايش سي كو دوغسنيس ان ينظر انه ايغو الى رجل احد من اهل الجنه جنده كميده فلينظر الى هذا نينك نافيري نينك ايش سي كو دوغسات جعل اهل الجنه صعده انه اركو نينك ها ايغو محايل نيجي واجبات كرب جاي مال بانصارية وأنا كسب بحياة وحنا كدين ماي وحنا كقول ما يقدر ماي وادار الجنة نك واجبات ككينين وحقدر وحنا كدين من إيه هجاتية صورا كي خير كنا ويالية شيء قوي نك وده دالة شيء كفض محد مودة مال بصارية قوي متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال وحول الصحابي قاس بايعة النبي نبي كان أحد اللق علي نبي قال أن عهد الله قال حديث كان أنكو قتن على إقام الصلاة صلاة إن أقول توسيا النبي قال كل قال عهد يبلن وإيتاء الزكاة زكاة أنا أن ديبهم بحشو يو النصح لكل مسلم روح كصو مسلم أن أخير ميرو روح مسلم كا أنت أنفيري هدو إلى تشدو هدان بيلة تيسا أركو هدان جناسي كيسا أركو سو حيبس هدان أركو روح مسلم كا شيء والبو أسوق أي دان أوجد تنا أشيقو وحي خلط كو انا عدي او لا سو بخي كرما نينو الهي دورته با كسو بخي كرا والنصح خير ميرت سيده وناغسن اد روحه او دورتو ادو ودبا كوغا هاد سيد زحابي انتو هل سوق كيناي بيعدن كان دبي كولا جيري واثن من اسقع بد غرنيسا هل بو سوق كيناي نيمبا لا بايعتمي نيمبا سوق كيناي هل بو اساك ايبسده مركا خور هاشن ام سو 300 درهم اي سيور لعقت بو سي حوري أدونك إلى يو هشاو صدح بقول واك بدنت هش قيمة هذا دق دي دقاب قول دي قنتي سوق يصير هذا طن باك ودي هشاو وحي استهشا ها أفر بقول بقول بوجود دري كي حور غير الله كذي كالي بكالي شن بقول باستهشا وأوجود دري سقال بقول بوجرسي وهاش نيكو كدوان هاي صدح بقول دري ما قوود دري لح بقول سحب معطاوي إن شاء الله يدي وحن كب بقي بوري إن النصيحة لا أنقط الدين النصيحة مد ربادية إلى هي صدر وان حابية ساكة إذن كولين مد ربادية سكس عسوق أقول قلب قلب ضع بقول دور مقوي شيء طبنكم هو يسي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض باتلية ورزقه إلى ليه باش نصيحة باش يكون جرته مسلمين تقول الله خير ميروي تاسد كبر كوبيزات والنصح ان خير ميرو او لبا تلا ترون روح مسلم كان او شيغو ايا نبي بلن كولا غلا لكل مسروح كسو مسلم اما عدو كيغ هن نوقدو اما حبيب هن نوقدو اما حاسدان متفق عليه حديث كان وين سو مري انو شيغاه محققونا باب ك 22 لبا بينو كسو مري رقم ك 182 والله سبحانه وتعالى اعلم.